أنا اليوم هذا بالنسبة لي حسرة بالنسبة للعيد اللي فات العيد هذا كسر خاطر أنا لما بطلع في أولادي بحسرة حال أنا العيد الله يعني هاي نفقع بكاري أنا تقاعد وجمع بتنزل علي بخور بحسرة على الأيام اللي فات شهيد يحمي فإننا لن ننسى وكما في كل العيد اللي فات كان بالنسبة للعيد هذا أحلى عيد في حياتي، كان ابني جنبي وفي حضني وبجهزه، يا ريته جنبي ويا ريته معايا وراحت كل حاجة حلوة في حياتنا. فقدت العيد حقيقة لا معنى لكلمة عيد من داخل مراكز الإيواء. اليوم ما راح يلفوا على أي مكان، راح يفتقدوا كل مباهج العيد، حتى حبة شوكولاتة واحدة ما راح يقدروا يأكلوها.